نظم المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ورشة عمل بعنوان المعادلات المتغيرة للصراع والأمن في الشرق الأوسط. شارك في الورشة نخبة من الخبراء والسفراء والأكاديميين والمتخصصين في الشأن العربي والإقليمي لمناقشة التحولات الجيوستراتيجية والتي يشهدها إقليم الشرق الأوسط. مشروع الإسرائيلي بشكل عام هو مشروع خطة طويلة الأمد يتم تنفيذها على مراحل متعددة، وكل مشروع له أدواته. المعادلات المتغيرة للصراع والأمن في الشرق الأوسط عنوان لورشة هامة نظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية لمناقشة التطورات والتحولات الجيوستراتيجية التي يشهدها إقليم الشرق الأوسط، خاصة في غزة ولبنان والسودان، في ظل التصعيد العسكري وبحث مستقبل الدولة في ظل هذه الصراعات. الورشة جاءت بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في الشأن العربي والإقليمي للوصول لرؤية استشرافية مشتركة لإعادة صياغة معادلة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. لدينا معادلة إقليمية تتعرض لتحديات كبيرة جدا على مستوى الشرق الأوسط وعلى مستوى الإقليم بكامله. القضايا والتحديات معقدة ومركبة بصورة ربما غير مسبوقة على مستوى التاريخ المنظور. ده الحقيقة اللي دفعنا ان احنا النهاردة نكون موجودين مع مجموعة من الخبراء في معظم الملفات اللي ليها علاقة بالعلاقات الدولية، بالسياسات الإقليم، بالاقتصاد، بالفاعلين من غير الدول، متخصصين بيحاولوا ان هم يقدموا رؤاهم الاستشرافية للمستقبل على المدى القصير وعلى المدى المتوسط. ورشة مهمة في توقيت مهم، الإقليم بيمر بتداعيات شديدة جدا منذ 7 أكتوبر، بتتشابك المواقف والوضع ليس فقط في يعني في غزة وفي أهل فلسطين يعانون منه، وهجوم غاشم إسرائيلي يمتد، تداعيات في الممرات الملاحية، تداعيات إنسانية، تداعيات على الاقتصاد وفي المنطقة وفي الإقليم. الحقيقة يعني لو عايزين نقول على الحلول مش ممكن هتيجي من طرف، الحلول لازم تيجي في بشكل جمعي على رأي عربي موحد أو اتجاه عربي موحد أو مشروع عربي مضاد للمشروعات اللي موجودة في المنطقة اللي هي معظمها استيطانية. الورشة تضمنت جلستين رئيسيتين، تحدثت الأولى عن آفاق التصعيد الإسرائيلي الإيراني وانعكاسه على الأمن الإقليمي ومستقبل المشروع العسكري في غزة، والجلسة الثانية تناولت إعادة البناء للنظام الإقليمي المستقر ووجود رؤية استراتيجية لتسوية الصراعات واستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراعات في الإقليم وبناء منظومة الأمن الإقليمي. مؤتمر مهم جدا وجلسة مهمة تناولت أهم التطورات اللي بتشهدها المنطقة. المنطقة فعلا بتمر بأزمة، أزمة ممتدة ستعيش معنا لفترة طويلة في الزمن، وأيضا أزمة هيكلية، بمعنى أنه هذه الأزمة هيبقى ليها تأثير على المنطقة ككل وعلى أي ترتيبات مستقبلية بتتعلق بهذه المنطقة. الوضع اللي بتمر به المنطقة وضع يعني شديد الخطورة، وفي نفس الوقت في درجة كبيرة من الغموض المتعلق بما هو الشكل النهائي اللي هتسفر عنه هذه التطورات. نعرف انه في حروب دائرة، نعرف انه في اطراف لديها خطط تحاول تحقيقها، لكن ما هي المحصلة النهائية؟ اعتقد انه ده احد الاسئلة اللي الندوة حاولت انها تجاوب عليه. لا شك ان هذه الجلسة تعتبر في غاية الأهمية، لان المنطقة بتشاهد تغيرات جيوستراتيجية بعيدة المدى لها تأثيرات وتداعيات ليس فقط على مصالح دول المنطقة وإنما حتى على الأمن الإقليمي والأمن الدولي.
الحقيقة الحديث في الجلسة الأولى كان مهما للغاية، لأنه تناول الأبعاد المتعلقة بالعلاقات الدولية والأبعاد الأمنية وعسكرة الممرات البحرية، وكل ذلك له تداعيات كبيرة على النواحي الاقتصادية، له تداعيات على الترتيبات الخاصة بالتجارة الدولية، له انعكاسات على التجمعات العابرة للأقاليم زي تجمع بريكس على سبيل المثال. ومن ثم في الجلسة الثانية البعد الاقتصادي حاضر بقوة، ما الذي نستطيع أن نفعله ما بعد الصراع، فترة ما بعد الصراع، وهذا هو العنوان الذي سأتحدث فيه. فترة ما بعد الصراع تستلزم إعادة البناء، إعادة البناء بمفهومه الشامل. الورشة أكدت على حفاظ مصر على التوازن الاستراتيجي في علاقاتها الإقليمية في ظل اشتعال حدودها، وأن هذا هو التعامل الدائم في سياسة مصر الخارجية للتعامل مع كل التحديات في المنطقة. محمود جميل، التلفزيون المصري.